اهلا وسهلا بيكم معانا في قناة كذا لون. النهاردة هنعمل الحرق على الخشب وازاي ادخل فيه لون وممكن ما ادخلش وممكن اعمل الغامق والفاتح. الاول هنتعرف على المكنة او الاداة اللي احنا بنحرق بيها. المكنة دي هي هنفتحها مع بعض ونتعرف على اجزائها وازاي طريقة الاستخدام بتاعتها وايه الفرق بينها وبين الكاوية اللي هي لحم اللي هي مكنة اللحام اللي بيلحموا بيها المعدن. الأول هي بتيجي في الكرتون بالشكل دوت، دي الجزء اللي بيتحكم لي في درجة الحرارة، يعني في عندي زرار الأون والأوف، وفي عندي اللي هو اللي بيلف على الأحمر ده، يعني مش محبذ إن أنا أوصل للون الأحمر، أخليه آخر حاجة في الأزرق، وبيوديني درجة الحرارة. الفيش بتاعتها لذيذة قوي إن هي صغيرة، مش هتعمل لي أزمة وأنا بحطها مع فيش الشاحن ولا فيش الـ أي حاجة جنبي. في دي مميزاتها، أوصلها في الكهرباء وأتأكد إنه الكهرباء واصلة ليها، بخلي التايمر اللي هو اللي بيلف دوت ما يوصلش للأحمر وبسيبها. أول ما باجي أشتغل بفتح اللي هي الأون. دي الأداة بقى، القلم اللي احنا بنستخدمه في الحرق، من مميزاته ان هو قلم، مفيش فيه مادة الحتة المعدن الطويلة قوي زي في الكاوية اللي هي بتاعة اللحام. معاها ستاند بحطها عليه لما اكون مش بشتغل، وفي قطعة السفنج دي لازم تكون مبلولة شوية، بستخدمها لما اكون عايزة ابرد السن بتاعي شوية او ان انا عايزة ابرده بسرعة عشان اغير لشكل تاني. معاها مجموعة كبيرة جدا من الاشكال. في الأول لو أنت أول مرة تستخدم الأداة ديت أو المكنة ديت، لازم تجرب كل الأشكال اللي هي مبعوثة معاها عشان تعرف هي بتعمل إيه، الملمس اللي بتعمله، الشكل اللي بتعمله، وهي مجموعة كبيرة جدا، في حاجات منها مكررة وبيتهيألنا إنها مكررة، بس ممكن نلاقي الشكل نفسه بس واحد رفيع واحد سميك شوية، بيديني خط تخين وواحد بيديني خط رفيع، واحدة بتديني دايرة كبيرة واحدة بتديني دايرة صغيرة. المجموعة هايلة جدا متنوعة، وتقريبا مش هنحتاج ان احنا يعني نضيف عليها اشكال تانية. بختار وفيها معاها مفك، المفك طبعا عشان افك المسامير اللي موجودة في القلم واعيد تركيب اي شكل من الاشكال اللي انا عايزاه. بالشكل ده بفتح المسمار وبشيل الشكل وبحط الشكل في الاتجاه الصحيح، هي ليها يعني لو لقيتها ما دخلتش معايا بسهولة في الاتجاه ده بقلبها وادخلها في الفتحتين اللي موجودة واقفل عليهم تاني بالمفك عشان اتأكد انها متثبتة، مش ساعة وانا بستخدمها ممكن تقع مني او تسبب حرايق لا قدر الله في ايديا ولا في الشغل اللي انا بشتغله. لو عندي علبة صغيرة يفضل احط فيها الاشكال ديت عشان احتفظ بيها وما تضيع مني في حتة صغيرة. الخشب يعني انواع كتير من الخشب بقدر استخدمها، يفضل طبعا يكون الخشب اللي هو لونه فاتح عشان يبان عليه الحرق بشكل كويس قوي. هنا هدوس على المفتاح اللي هو الاون اللي مكتوب عليه 01، بدوس على الوان، التايمر اللي هنا ده بيتحرك على طول بيقول لي ان درجة الحرارة هتكون كام او على الارتفاع بتاعه هيكون ايه. تسخن بسرعة، مش محتاجة وقت كبير علشان تسخن فيه، وهنشوف دلوقتي ازاي ابدأ اشتغل فيه. جربنا على البوك ماركر بالخشب اللي احنا شايفينه في الجنب دوت اللي هو عملنا عليه شجرة، جربنا الشكل بيه. دلوقتي هنشوف نعمل حاجة بسيطة ازاي اعمل شكل على جذع الشجرة ده. هغير الشكل وخدت الشكل اللي هو فيه كيرف دوت عشان انا هرسم ورود. بختار التصميم اللي انا عايزاه على موقع بنترست وارسمه بالرصاص لو اقدر ارسم دايركت على طول، لو ما اقدرش ارسم دايركت بطبعه وبعمله بكربون او بشفه على الشكل اللي انا على قطعة الخشب اللي انا هستخدمه. وبما ان رسمة الزهور دي سهلة اقدر ارسمها بايديا، مش محتاج ان انا اشفها.
يفضل طبعا في بداية أول مرة أستخدم أو إن أنا لسه مبتدئة في أستخدم أشكال بسيطة، مباخدش فيه تفاصيل كتيرة علشان أعرف أتحكم فيها. في فيديوهات تانية كتير إن شاء الله، إن شاء الله لو حبيتم الموضوع دوت نحط أشكال تانية، وإزاي أعمل تفاصيل أكتر، وإزاي أعمل السالب والموجب، يعني إزاي إن أنا ألون أو أحرق في الخلفية ويبقى الشكل بتاعي هو الأبيض. بمشي بالراحة، مش بمشي بسرعة جامدة عشان السن بيبرد معايا وأنا بشتغل، فخليني إن أنا أتحرك ببطء علشان يفضل محتفظ بدرجة الحرارة اللي إحنا عايزينها إن هي تحرق في الخشب. أكون قاعدة في مكان يكون جيد التهوية أو في هواء حواليا عشان بيطلع ريحة حرق الخشب، مش قوية جدا بس بيطلع ريحة لحرق الخشب. هحتاج ان انا اغير الشكل دوت عشان في خطوط صغيرة جدا، هغيرها لخط يديني زي سن القلم يكون اسهل في المساحات الضيقة. ببردها في السفنجة المبلولة بمية ديت عشان تبرد معايا بسرعة بعد ما اطفي المكنة، اخليها على زيرو. خلاص شفنا ان تغيير الشكل بيكون في منتهى السهولة، ما فيش محتاجة حاجة، بس مطلوب مني في بداية استخدامها الحذر ان انا ما اقربش ايدي ابدا من السن ده. وبيسخن بسرعة، يعني مش محتاج ان انا اقعد فترة طويلة عشان انتظره ان هو بيسخن، في اقل من 10 ثواني بيكون سخن، وابدأ اكمل الاشكال الضيقة اللي عندي. هبدأ أعمل مجرد تظليل خفيف على الوردة قبل ما أدخل اللون من السنتر بتاعها والأطراف الأولانية بتاعتها، مجرد تظليل خفيف. أنا لسه ما دخلناش مرحلة التظليل بالغامق والفاتح في أشكال كبيرة يعني. بعمل خطوط كأنها نباتات طالعة من تحت، وببدأ أزين الشكل بتاعي بطرف الشكل اللي أنا بحرق بيه، نقط، دوائر، مثلثات، الأشكال اللي أنتوا عايزينها، بتعملوا الإطار بيها، الإطار الزخرفي للشكل عشان يبقى في المظهر العام إن هو شكله جميل. دي أقف عند المرحلة دي لو أنا خلاص بعمل حرق على الخشب. عايزة أحط لمسات خفيفة، بجيب ووتر كلر وببدأ إن أنا أدخل لون الخشب من الخامات الجميلة قوي، اللي إن المي الألوان المائية عليها هتبقى جميلة غير الأكريليك. الأكريليك بيخلص يعني بيغطي طبقة الخشب خالص ومحسش إن هي خشب، كأنها لوحة كانفاس، لكن الووتر كلر بتديني نفس الاحساس ان هي برضو خشب موجود، خامته موجودة، لان الالوان المائية زي ما احنا عارفين انها شفافة. بدخل الالوان بشكل خفيف بس يزيدها رونق وجمال كده. وكده احنا تقريبا خلصنا الشكل بتاعنا،
وأتمنى يكون عجبكم وسهل وبسيط. وأي استفسار اكتبولي في الكومنت ايه الاستفسار اللي انتوا عايزينه، ايه الأدوات نجيبها منين، ازاي نطلبها. أنا معاكم في أي استفسار. ولو كنت مشترك معايا في القناة اعملي لايك وشير، لو لسه ما اشتركتش اتمنى تشترك في القناة. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا، باي.